صباح الخير والسعادة على قلوبكم، معاكم إيفا رمسيس وحلقة جديدة من برنامج حكاوينا. النهاردة كنت حريصة أسلط الضوء على أكتر موضوع بيهم كل بيت وكل أسرة، وهو إزاي ندير حياتنا بعد الانفصال وتأثير ده على نفسية أطفالنا. وهيكون منورني اللايف كوتش إيمان رأفت، هي Parenting Wellbeing Coach. هاي إيمان. أهلا إيفا، إزيك؟ كله طيب. عايزاك بقى الأول تعرفينا بنفسك وتقوللنا إمتى الناس بتجيلك علشان تبقى الناس عارفة الفرق ما بين كل اللايف كوتشز اللي بيجوا معايا هنا أز جست. أوكي طيب، أنا اسمي إيمان رأفت، أنا بشتغل في مجال البارنتينج والإيموشنال كوتشينج، بقالي في الفيل ده من سنة تقريبا 2016، بعد كارير شيفت كده حصل من كوربريت لايف، كان بدايته انه انا عايزه اتعامل مع ولادي، فبدات اتعلم بارنتنج وده كان البدايه، واستهواني المجال جدا جدا وبدات ادرسه، ولما بدات اتعامل مع الناس بدات اكتشف انه لا، هو اتس نوت اونلي اباوت بارنتنج، الناس محتاجه حاجات تانية، فبدات ادرس حاجات ليها علاقه بقى بال بعض الثيرابيوتيك تولز او بعض الوسائل العلاجيه زي السي بي تي مثلا والاي سي تي وارت ثيرابي. السي بي تي اللي هو تعديل سلوك، اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. ده للشباب ولا للشباب والاطفال ولا للكبار؟ كان الفكره المايند سيت نفسه، يعني فكره okay. العلاج المعرفي. سواء ما اشتغلتش مع اطفال، ما بشتغلش ميني مع اطفال، انا بشتغل ميني مع الكبار وبارنتس. ومن ضمن الحاجات اللي بعملها ان انا بشتغل مع الكير جيفرز بتوع الاطفال اللي عندهم كانسر، وده كان من تقريبا من سنه 2017 وانا شغاله. ايوه انا فاكره احنا اتعرفنا هناك. ايوه بالظبط كده. وده الحقيقه كان فيلد دسم قوي، لانه كان فيه كل حاجه، يعني كنت بتعرض فيه لمشاكل ليها علاقه بالبارنتنج، مشاكل ليها علاقه بالوالبينج، مشاكل ليها علاقه بالعلاقات الزوجيه، يعني كل ما تتخيليه من المشاكل المتعلقه بالغضب والمشاعر بقى والعند والتروماز، يعني كان الحقيقه فيلد دسم قوي، خلاني طول الوقت ببقى عايزه اتعلم عشان اقدر اساعد اكتر. فبقى في عندي دايفرسيتي كده اوف سيرتيفيكيشنز على نوليدج، وبتفيد قوي لانه بتعامل مع فئات كتير من الناس. اكتر فئه بحب اتعامل معاها هي البيرنتس، لانه بحس انه مع البيرنتس احنا بنحاول نصلح ونتدارك الامر من بدري. فلو عرفنا نتعامل مع ولادنا وطلعوا اصحاء نفسيا، فده هيجنبنا مشاكل كتيره قوي بقى ليها علاقه بالعلاقات الزوجيه اللي بعد كده، والمشاكل اللي ليها علاقه بالعلاقات مع الناس بشكل عام. ان الانسان يكون منتج في حياته، يكون علاقاته كويسه، يكون مرتاح نفسيا، ما يكونش عنده صراعات كتيره تعطله عن ان هو يحقق احلام. طبعا انت عارفه ان الطلاق ماشي هو بيبقى مشكله كبيره، واغلبيه الناس اللي بتيجي في البارنتنج كمان هي ان بتبقى ممكن تكون عدت بتجربه الطلاق او بتعدي في تجربه الطلاق وعايزه تعرف. دلوقتي ناس بقى عندها وعي يعني كافي انها بقت بتروح لناس مختصه علشان تعرف ازاي تتطلق وازاي تبقى فيه زي ما احنا بنقول كده طلاق امن. فانا عايزاكي بقى تفيدينا النهارده قوي على الطلاق، علشان انا عارفه ان هو مشكله كبيره، مشكله اغلبيه الناس بتعاصرها وبتبقى مش عارفه تتصرف فيها ازاي، او لو بتصرفوا بيبقى تصرفات وحشه قوي. يعني ما تلقش بينا كاهالي ان احنا نتصرف بطريقه زي دي او نخرج من الطلاق بالطريقه زي دي، علشان خاطر نفسنا وعلشان خاطر أولادنا. صحيح. ففي الأول كده عايزين نعرف الناس والمشاهدين كلهم، هو إيه الأثر اللي بيحصل على الأطفال أول ما بنقول لهم إن إحنا مش هنكمل مع بعض، إن إحنا هنطلق؟ طيب خليني أخد ده وان ستيب باك كده، لأنه إحنا الولاد عايشين معنا في البيت، ومش مفاجأة، أو يعني فكرة إحنا هنتطلق هو الحقيقة هي ما بتبقاش كده، هو بيبقى فيه مشاكل كتيرة من قبلها، وده الحقيقة اللي بيبقى عامل أزمة أكتر من فكرة إن أنا بقول لهم إحنا هننفصل. لأنه معاصرة الولاد لصراعات كتيرة ما بين الأب والأم، خصوصا لو الصراعات دي بقى فيها صوت عالي، فيها تجاوز لفظي، فيها تجاوز بدني، ضرب او اهانات، او احيانا في تجاوز بيبقى اكتر من كده، من بهدله، ويعني بيبقوا هما شايفين عنف شديد، عنف اسري شديد، هو ده بقى اللي بيبقى مشكلته اكبر من الطلاق. احيانا الطلاق في الاوقات اللي زي كده هو المخرج، هو الحل، لان هما يقدروا يكملوا حياه طبيعيه. ف
الطلاق او فكره ان احنا لو احنا عايشين حياه هاديه وعارفين نتفاهم لكن مش قادرين نكمل مع بعض، بس الولاد عايشين حياه اسريه هاديه، فممكن اللقطه دي شويه تبقى صادمه بالنسبه للولاد لانهم مش متوقعينها. بس اجان لو احنا هندلناها بشكل كويس وهندلنا الايموشنز بتاعت الاولاد اللي طبيعي هتبقى رد فعل منطقي جدا وتلقائي لخبر زي كده، لو عرفنا نهندل المشاعر دي ونسكيور علاقه طيبه فيما بعد الطلاق الحقيقه الامور بتمشي كويس قوي. اللي بيأزم الولاد هو المشاكل اللي بتحصل قبل والمشاكل اللي بتحصل اثناء الطلاق، من بقى محاكم وقواضي واللي بيطرد من البيت واللي ومين بيرميها هيدفع ايه حاجتها ومين بره ومين هيسوي اللي ايه ومين هيدفع والشخص اللي بيختفي فجأة والحاجات اللي بتحصل مش بريدكتبل، مش حاجات متوقعة، وبتضرب قوي الأمان عند الولاد. وثبت انه في انواع من التروماز اللي الولاد مع الوقت بيبتدوا يعانوا منها، اللي هي بنسميها اضطراب كرب ما بعد الصدمه اللي هو البي تي اس دي، بيبتدوا يعانوا من انواع معينه من الاضطرابات نتيجه العنف الاسري او نتيجه فكره الطلاق او اختفاء احد البارنتس من غير ما يبقى فيه مقدمات لده، او فجاه الشخص اختفى وما قالش اي حاجه والولاد مش عارفين عنه حاجه. طب والاضطراب ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني ايه بيبقى اعراضه؟ يعني مثلا لو بس يعني حاجات كده تبقى الناس بس تاخد بالها منها يعني. بصي الاعراض طبعا شدتها هتختلف على حسب درجه السنسيتيفيتي بتاعه الطفل، وعلى حسب المده اللي اتعرض فيها للعنف الاسري، وعلى حسب طريقه تعاملنا احنا مع المواقف دي. هتلاقي مثلا وحسب سن الطفل طبعا، فممكن لو طفل صغير قوي ممكن نبتدي نلاقي عنده نوبات تانترمز مثلا، غضب شديد، عنده قلق شديد جدا، يرمي نفسه مثلا في الارض، يصرخ، يصوت. غضبان مش عارف يعبر عن مشاعره، فبيبتدي يعمل ده في شكل غضب او في شكل انكزايتي عاليه جدا. ساعات بيبقى عنده نوع من الاريتيشن، هو بيتخض بسرعه، حاسس ان هو دايما مترقب في حاجه وحشه هتحصل. طبعا بيأثر جدا على أداء الولاد في المدرسة، فلو هو طفل إلى حد ما متفوق أو ماشي كويس أداؤه كويس ده يحصل دروب جامد جدا، مش قادر يركز، يبتدي يحلم أحلام وحشة، عنده خوف شديد، مش عايز ينام لوحده، دايما هيحصل إيه، طب بابا هيجي مش هيجي، طب أنا هبقى فين، طب دايما تحس إن هو عنده عنده قلق، تساؤلات. تساؤلات كتير وقلق شديد جدا من أقل حاجة، وممكن يبتدي يخش في عزلة، ممكن يبتدي يخش في كايند أوف اكتئاب. من اكتر الحاجات اللي بتحصل لهم الاحلام الوحشه، في خوف او بيعبر عن خوف شديد لان هو مش مستقر طول الوقت، خايف ان في حاجه وحشه هتحصل، فده بيخليه طول الوقت قاعد مترقب كل حاجه، بيترجمها على انه في حاجه وحشه جاي عليا او في خطر بيهددني، فدايما بيبقى في حاله الحقيقه مش متزنه على الاطلاق. علاقاته كمان ممكن تبتدي يبقى فيها عنف مع صحابه، ممكن نبتدي نلاقي بعض العادات مثلا اللي هي ريجريشن، هو بيرجع لمرحله عمريه قبل، فممكن مثلا يبتدي يعمل على نفسه، يبتدي يمص صباعه، بيخاف وعايز ماما تنام جنبه طول الوقت، حاجات من هذا ممكن يعمل القبيل تويلت وهو نايم بالليل. ممكن بالظبط اللي هي التبول اللا ارادي. او بصي مع الاطفال ما بنبقاش قادرين نتوقع قوي رد السلوكيات اللي فعل. ممكن تظهر، لكن ديفينتلي بيبقى فيه تغيير عن المعتاد بتاعه، فبلاقي انه ابني كان بيتعامل وبيحب يلعب مع الولاد، دلوقتي بقى قاعد لوحده ومش عايز يلعب مع حد، كان هادي ولطيف ومبتسم ومقبل على الحياه، بقى مكشر طول الوقت طب وغضبان. وفي المدرسة؟ وفي المدرسة ازاي، ايه التغيرات اللي ممكن تحصل في المدرسة، او ايه الحاجات اللي ممكن تبان عليه في المدرسة؟ طيب قلنا زي ما قلنا الاداء الدراسي ممكن يبتدي يبقى مش عارف يركز، دايما سرحان، علاقاته مع صحابه هتختلف، مش عارف يعمل علاقات، ممكن يبقى متجنب، ممكن نلاقي الطفل ده متعرض للتنمر او هو نفسه شخص متنمر، هتلاقي بيعمل مشاكل كتيره في عارفه على الحته دي، انا عشان شغاله في مدرسه فبشوف دي قوي، لما بيقبوا الاطفال عصروا الطلاق سواء بقى في اي مرحله، فيه لسه في الاول او فيه او بعده، بيبقوا عايزين يشوفوا بقيه الاطفال تعسه زيهم، ايوه فبيبتدي يتكون عندهم حته التنمر دي، ان انا اروح اشوف اي واحد معدي شكلها حلو، بنوته مش عارفه ايه، قايل لها كلمتين مش لذيذ، اشوف واحده بتعرف تغني او بتعرف تعمل حاجه تالنتد فيها، اقول لها ايه بنتي ده انت فاكره نفسك حاجه، هو ده ايه انت عشان عرفتي ترسمي لك رسمتين تعملي كذا، او اشوف مثلا في بارنت ميتنج او في حاجه اب وام مع ابنهم، فاتغاظ من الشخص ده انه معاه باباه ومامته حواليه، فاجيله في يوم تاني اقوم مثلا مسخن العيال عليه. تمام فكميه الحاجات
اللي بنشوفها اللي بتطلع من الاطفال، الاطفال يعني احنا يمكن كان زمان الاطفال بريئه شويه، يعني الاطفال زمان كان ليها زي تحسي سقف كده يعني، اي فاهمه صحيح. يعني، او كان يمكن الاخلاقيات وكده كان ليها سقف، لكن دلوقتي وجعتني هوجع، صحيح مش يعني مش لازم انت اللي تكوني وجعاني، بس انا هوجع حد تاني صحيح. يعني، فاهمه، عشان ابرد ناري ده، محتاج افرغ، فاهمه، محتاج وده افرغ مش واحد ولا اتنين، ده كتير. كتير، لانه النهارده ظاهره الطلاق هي بقت ظاهره وبقت في بيوت كتير جدا. ويمكن دايما بقول انا زمان مثلا وانا في المدرسه ما تذكرش ان انا كان ليا صحاب مثلا اهاليهم منفصلين. النهارده مثلا مع ولادي لا، في عدد كبير جدا من الولاد من صحابهم اهاليهم منفصلين. فبقت القصه فعلا ظاهره وظاهره شديده، ومشكلتها الحقيقه مش في انها موجوده، مشكلتها في الطريقه اللي بتتم بيها، انه ازاي احنا بنعرض، ازاي احنا هنا كمان للاسف بنستخدم الولاد ككروت ضغط علشان طب مش نضغط هتشوف بيها على ابنك بعض. الشهر ده غير مش لما تجيب لي هصرف فلوس، الفلوس، او مش او انا هصرف. مش هصرف عليكي، او انا، او تلاقي الاب بيطلق الام والولاد. طب انت مش قادر تعيش مع الام، لكن انت لا انا دورك كأب عجبتني قوي بيطلع الام والولاد دي. هو ده اللي بيحصل، ده انه على فكرة كانه دي بيعاقب حقيقة. الام فبيطلقها هي وولادها كانه مش ولاده، كانه هو مش مسؤول عنهم، او ان هو بالطلاق فقد دوره كأب، مع انه ده دي علاقة ودي علاقة دي تانية علاقة ودي خالص. علاقة تانية. وفي ساعات منهم كمان مثلا أبهات تلاقي مثلا يبقى عايز ينرفز الأم، وعارف إن الأم عاوزة مثلا ابنها يبقى في مدرسة فلاني، يقول لها أنا هدفع، بس هدفع مثلا مدرسة دي إكس، بالظبط مش مستوى ده، خلاص أنا مش هقدر أعمله تاني، مثلا بالظبط. أدفع عليه تاني أو أصرف عليه تاني فيه. فهي فاللي هو يا كلها جماعة أنتوا اساليب ضغط، بتفكروا يعني أنا هغير مجتمع الولد، وهغير مدرسته، وهغير بيته، بيته، وهغير اوضته، أوضته يعني ممكن وأهله، اوضته وحتى لو فضل بالظبط. في نفس البيت بس شكل البيت اختلف، يعني اكيد شكل طبعا، البيت اكيد وبطريقته بروتينه وبكل حاجة اختلفت. اكيد. يعني عايزين اللي هو نبتدي نتكلم عن الموضوع، وأنا اخترت الطلاق بالذات عشان عايزة أوعي الناس على صعوبته وبهدلته للعيال يعني. ده حقيقي. طيب ازاي ممكن نخرج بقى من الطلاق ده بطريقة ناضجة كده، طريقة زي ما بنقول بخروج آمن كده، علشان على الأقل نضمن إن الطفل ما يتأثرش بطريقة سلبية قوي كده. طيب، هو النضج مبدئيا محتاج يبقى موجود قبل الطلاق، حلو. لانه البني ادم مش هينضج ساعه الطلاق. ومشكله الطلاق فعلا ان وقت ما بيحصل، او زي ما بقولك قبل ما بيحصل، بيبقى التعامل مع المشاكل اصلا تعامل غير ناضج. يعني انا لو عندي هذا الكايند اوف ماتيوريتي، هذا النوع من النضج، انا لما هاجي اتعامل مع مشاكلي هتعامل معاها بنضج، مش هتعامل معاها كان احنا اتنين في خناقه، او اتنين بنحاول كل واحد يكسر التاني، او بنحاول كل واحد يثبت ان هو الصح والتاني غلط. فايتس وين لوز سيتويشن، والفاكت ان هو اتس لوز لوز سيتويشن. يعني العلاقه ما بين الزوج والزوجه لما بتدخل في الاطار الانماتيور اصلا، هيترتب عليها طلاق انماتيور، فهندخل في الخناقات، وهندخل في العند، وهندخل في محاولات الانتقام، واللي زي ما بقول لك بيتم استخدام الولاد فيها. لا، مش هتشوفي الولاد، ابتدي عايزه اشد الولد بالعافيه عشان يجي معايا، او ابتدي يحصل نوع من الاستقطاب، انه الطرف يبتدي يتكلم عن الطرف التاني بشكل وحش عشان يستقطب الولاد ليه، ويشوه منظر البارنت ده او الطرف ده في عين الولاد. وكل ده بيكسر الامان عند الولاد، كل ده بيهز صوره الاب اللي هو بيبقى نموذج وسند وظهر. فانا بفقد سندي وظهري وهو موجود. وللاسف انه في بعض الاحيان انه التصرفات بتاعت الاب، وهنا انا بتكلم على الاب لان هو الراعي بتدعم ده. فللاسف انا بيجي لي ناس بقى اللي هم كبروا بعد بقى ما تعرضوا للمواقف دي، وانا ما ببقاش عارفه اقول ايه، لان هو بيقول لي انا بكره البنات ده، انا مش عايز في حياتي، هو طول ما هو في حياتي هو بيأذيني، هو طول ما هو في حياتي انا متدمر. فتخيلي لما يبقى الطفل شايف الاب او الام وجوده في حياته مش السند والدعم والاحتواء، هو شايفه مصدر الألم، مصدر التدمير، مصدر الوجع اللي في الحياة. يعني انت شايفة ان الاطفال اللي هي عشان نخرج خروج امن من الطلاق ده، لازم نكون احنا على وعي كافي ونضج كافي ان احنا نقول يا جماعة احنا مش عايزين نخرب الدنيا اكتر من كده، احنا بالظبط عاوزين نبني. خلاص معرفناش العلاقة بتاعتنا زي ما انت قلتي، دي علاقة ودي علاقة، بالظبط معرفناش نستمر في علاقتنا انا كزوج وزوجة،
مش معنى كده ان انا هفشل يعني مش معنى كأم كده ان انا أو كأم كأب او ام، لان بالظبط ساعات انا دلوقتي بقيت كمان بشوف ان الام ساعات هي اللي بتمشي وتسيب الاطفال بالظبط، للاب، ده يعني ما حقيقي بقتش زي زمان الاب ده هو اللي حقيقي بيمشي لا دلوقتي ده بقى في حقيقي. كمان، واللي عايزه اقوله لك ان بقى في الاب والام بيمشوا ويسيبوا العيال دي مع الطامة الجدود. الكبرى بقى، الطامة الكبرى انه الاثنين يختفوا من المشهد، دي فايه اللي بقى كارثه. الطفل بقى ممكن ايه ده؟ يستقبله؟ يعني ايه اللي ممكن الطفل يشوفه ويعرفه عن نفسه ويتعلمه عن نفسه لما يلاقي اكتر اثنين المفروض يحبوه في الحياة هم اول اثنين تخلوا عنه؟ لا وجايبينه يعالجوه وجايبينه لمختص يا جماعه، يعني ايه والله ده؟ معيش عصاية سحرية بالظبط. يعني يعني ويفتكروا ويقول لك دي فاشله، فشلت ايه بس؟ يعني ما يعني عرفتش مثلا تعمل حاجه مع ابني. لا في حين ان هو البيئه اللي هو عايش فيها هي بيئه مدمره جدا، فهو النهارده شايف اكتر اتنين تخلوا عنه او اكتر اتنين المفروض بيحبوه تخلوا عنه، طب بقيه الناس اللي بره المفروض يعملوا معاه ايه؟ لما وانا كحتى مختص ازاي اساعده ان اقول له نخلي عندك امان وثقه في اللي حواليك؟ خصوصا لو يعني طفل انت عارفه هو لما بيكبر شويه يبتدي يبقى خلاص on his own بقى معتمد على نفسه، بنبتدي نحاول نعمل هيلينج بقى للجروح اللي حصلت في الماضي، كشخص ادلت ممكن يبتدي يساعد نفسه، لكن طول ما هو يبتدي طفل يسامح بقى الدنيا عشانه، بالظبط عشان كده نفسيته، عشان يعيش بالظبط، بقى ان هو خفيف والاغلب كده. ان ده بيحتاج ثيرابي، ما يقدرش يعني most probably الكوتش مش هيبقى افضل اختيار ليه لانه ده عنده جروح كتير قوي من الطفوله، فهيبقى عنده انواع من الاضطرابات اللي هيبقى غالبا محتاج فيها وصدمات، يعني اللي بيمر بكل الحاجات اللي فيها عنف اسري وانتقام يعني this kind of abuse اللي هي الاساءات وايموشنال ابيوز بقى اللي هو استخدام الطفل واستقطابه وكل الكلام ده، كل ده بيعمل صدمات، فده بيبقى محتاج ثيرابي ده محتاج معالج. معالج. حلو قوي. اوكي طيب هنخش بقى في فقرة مع ولا ضد. اوكي ماشي، وهتقولي لي انت مع ولا ضد كل ستيتمنت، كل حاجة هقراها لك، بس تقولي لي ليه. يعني اوكي ماشي، الأطفال يختاروا هم حابين يعيشوا مع مين بعد الانفصال أو الطلاق؟ مع حسب عمر الطفل، يعني لما الولاد بيبقوا كبار شوية بيبقى عندهم المساحة دي، بس مع الأخذ في الاعتبار أو التحفظ على إنه أحيانا الطفل ممكن يقرر إنه يروح للبارنت أو للطرف اللي بيدلعه قوي، فده ممكن يكون مسيء، بالظبط. فاختياره هنا مش هيبقى اختيار واعي أو اختيار في مصلحته، فأنا مع إنه هو يعيش مع الشخص اللي هو عايزه مع وجود علاقة طيبة ما بين الطرفين، إنه يبقى الشخص التاني available، فانا احب ان انا اعيش مع ماما بس لما احب اروح لبابا الاقي بابا موجود. ف دي حاجة تصدقي فعلا ممتازة، ان هي يحس ان برضو ان الدنيا ده مش اخر المطاف. بالظبط يعني انت عايش هنا عشان انت نفسك تعيش مثلا مع بابا، ولكن ماما موجودة كليا، متاحة يعني متاحة من على وين ما طول. تحب تروح هتلاقيها موجودة. بالظبط. وكمان يعني نفسي اقول هنا برضو لكل المشاهدين ان لو برضو بعد فترة لا ان هو مش مرتاح مع بابا بس عايز يرجع تاني، ما نقعدش بقى نقنب في الطفل نقول له شفت انا قلت لك هناك مش بالظبط هتريح، هناك مش عارف ايه، هناك ايه. بالظبط يعني خلينا برضو رحماء مع جميل الاطفال ان هم عادي ممكن يختاروا قرار ولنفسهم، يكونوا شايفين ان ده مفيد قوي ليهم، بس يروح هناك ويفتقد مثلا مامته، فمش معنى كده انه عمل صحيح، جريمة. يعني وممكن فاهمه مع الوقت ممكن احتياجاته بتختلف من مرحلة بالظبط. عمرية لمرحلة تانية، فأنا ممكن وأنا صغيرة كبنت مثلا أبقى محتاجة قوي ماما، بس لما أكبر شوية لا أنا محتاجة بابا، محتاجة بابا برضو. فأنا عايزة يبقى بابا هو اللي قريب، صح فالاحتياجات بتاعت الأولاد بتختلف، فكل صح ما كان في تفاهم واتفاق ما بين الأم والأب كل ما سهلنا الدنيا جدا على الأولاد. اوكي طيب الجملة الثانية او الستيتمنت الثانية، الأم تتفق مع الأب إنها هي اللي هتصرف وتتكفل بالأولاد تقريبا هنا، يعني علشان تفكها منه. اوكي يبقى هبقى هقول مع العبارة دي لو الأب مش قادر على انه يصرف على الولاد، اوكي وحتى لو هو مش قادر مهم انه يبقى الولاد حاسين ان هو بيصرف لأنه في الآخر هو دي جزء كبير من مسؤوليته. ضد لو الأم بتعملها عشان تريح دماغها او علشان هي بتريح دماغها والأب في الآخر هيريح على الأم، فهو ده دوره، هو مسؤوليته ان هو يعول الاسره، هو مسؤول ان هو يصرف على اولاده، ففكره ان الاولاد يبقوا حاسين ان هو تخلى عنهم معنويا وماديا دي الحقيقه صعبه قوي، فانا مش مع قوي ان الام تعمل ده في اطار انها بتريح دماغها، لكن هتعمله للضرورة. للضروره لو هي مضطره فعلا تعمل كده، لو الاب عنده مشاكل ماديه مش قادر فعلا يصرف، بس على الاقل يعوض ده بتواجد مع الاولاد، فما يبقاش انت مش بتصرف فانت مالكش كلمه
انت مالكش دور. لان الاولاد بيبقوا فاهمين قوي الحته دي وبيقدروا يتكوا على الحته دي كمان، صحيح يعني بيبقوا فاهمين ان مين اللي بيصرف، فبيفاهمين الهاير باور فين، الايد بالظبط بالظبط. فممكن يستغلوا ده ضدكم يعني. فانا ضد ان الام تعمل ده كنوع من انها بتنحي الاب جانبا وبتهمش دوره، فانا ضد ده لو ده هو لان الهدف الطفل منه. محتاج يشوف كمان ان الاب هو اللي مره ولد جه بيقول ايه وبيضحك يعني، بس بصي لما بيضحك وبيهزر كده انا سمعته لاصحابه يعني، بس انا فهمت ان الدنيا هنا مش مظبوطه، بيقول ايه ان انا عايزه اتجوز واحده هي اللي تصرف عليا وايه واركب احسن عربيه واكل احسن اكل. انا بصيت كده للعيلين ما بقتش مصدقه، انت فكرك جاب ان انت عايز يعني انت عايز تتجوز علشان واحدة تصرف مش تصرف، انت ده من ايه؟ ده من انه طلع شايف السيناريو ده، بالظبط، هو شايف ان السيناريو ده بيرفكت ما يعني شافش القوامة، ما شافش ان الاب هو اللي قائم على البيت، هو اللي ليه بالظبط. دور، وهو بالتالي الرول موديل ده اللي انا شايف عايز ده احتذي دلع بيه. كمان، ده انا عايز كده والدلع يعني. واكمل حتى فعلا. المفاهيم اتغيرت، احنا صح. زمان كان الموضوع ده عيب وازاي وكده، يطلع جيل جديد بيفكر بالطريقة دي، صحيح. فده معناه ان بقى في خلل. في خلل كبير، في خلل اه كبير جدا. طيب رقم 3، ان لو في مشاكل وقواضي بين الطرفين الام بتمنع الاب او الاب يمنع الام انها تشوف الاطفال. انا ضد العباره دي من اول ما قلت في قواضي، يعني فكره في قواضي ما بين الام والاب، يبقى احنا بنتخانق. طب احنا هنا مش هنتخانق عارفين هنعمل ايه نتفاهم، بقى؟ احنا مش عارفين نتفاهم اصلا، فاحنا اه مش عارفين نتفاهم. القواضي يوجوالي قواضي ماديه، فانا برفع قضيه عشان يصرف على الولاد او يدفع لي النفقه بتاعتي او هو او عايز ده فين، الولاد او او هو انا عايز عايزه الولاد، الولاد. فاحنا قاعدين بنتخانق، فاحنا مش عارفين حتى نصل لاتفاق في المادي، فهنصل ازاي لاتفاق في ازاي هنربي الولاد دول اصلا. فانا النهارده استخدم الولاد ككارت علشان اقول الاب ما انت مش هتشوف ولادك الا لما تعمل كذا، لا طبعا، ده ده مرفوض مرفوض شكلا تماما. وعنوا. وفكره ان انا يبقى فيه ان الولاد شايفين ماما وبابا واقفين قدام بعض بيتخانقوا في المحاكم، طبعا دي دي كارثة. للاسف احيانا في ناس طبعا بتضطر انها تعملها نتيجه انه زي ما انت قلتي في الاول مفيش نضج، ان احنا كل واحد بيحاول ياخد من التاني اقصى ما يمكن، لا احنا مش بنبص انه احنا ما نجحناش في علاقتنا، طب ازاي نكمل بقى فيما يخدم مصلحه الولاد، احنا حتى دي ما اه بنبصلهاش. يعني مش يعني خلاص احنا خدنا حاجة لنفسنا، خدنا قرار يعني شخصي لمصلحتنا احنا شخصي، لعلاقتنا القرار التاني بقى لمصلحتهم هم، بالظبط، يبقى فعلى الأقل وزننا الأمور. كل حاجة بتحركنا بعد كده مصلحة الولاد فين، فولا من مصلحة الولاد ان هم ما يشوفوش الاب، ولا من مصلحة الولاد ان هم يشوفوا ماما وبابا بيتخانقوا قواضي وعمالين يشتموا في بعض وعمالين يتكلموا على بعض وحش، كل ده طبعا ضد مصلحة الولاد. اوكي طب الأطفال يقبوا ليهم صداقة مع زوجة الأب التانية انا مع ده جدا. ليه بقى؟ لانه الولاد لما بيعيشوا في اسره او الاسره الاساسيه بتاعتهم ما حصلش فيها نوع من الود والتفاهم، هم محتاجين يشوفوا النموذج ده في حته تانية. ففكره ان هم يقدروا يشوفوا علاقه سويه وعلاقه صحيه ما بين بابا وزوجته، فهو في الاخر انا بديله نموذج انه العلاقات ممكن تبقى حلوه، مش العلاقات دايما وحشه وفيها خناقات وصراعات. ففكرة ان هم يبقى ليهم علاقة طيبة مع زوجة الاب التانية، ما هم ده هيشجعهم ان هو يقعدوا مع الاب، لكن لو هم النهاردة علاقتهم وحشة بالزوجة دي فهم اكيد هيبقوا عايزين يبعدوا او يتجنبوا تواجدهم معاه، فوجود العلاقة الطيبة دي هتخليهم انفولفد اكتر، كونتيند اكتر، عارفين يشوفوا ناس بتتعامل باحترام، في زي ما قلت مودة، في حب، في حد بيحبهم، في علاقات هادية مش كلها خناقات وصراعات. وبرضه اجين هنا لصالح الطفل، ان لما بيبقى بالظبط علاقته كويسه مع يعني مع زوجه الاب، هنا على الاقل هتضمني ان لما هو يكون قاعد عندهم بيت عندهم في الويكند او وات ايفر انتوا متفقين على ايه، على الاقل انت يعني مش حد حاسه هيضايقه. بامان ان مفيش حد هيضايقه بالظبط وان في صداقه ما بينهم، فما فيش ان هي مش هتاذيه بطريقه، مش هتضايقه بالظبط. بطريقه، مش هترخم عليه بطريقه، فعلى الاقل هتضمني ده يعني العلاقات حتى ورست الهادية، كيس سيناريو بصي خالص يعني العلاقات اقل ضرر. الهادية إيفا عموما من أكتر الحاجات اللي بتخلي حياتنا سلسة، مش دايما مش مفيد قوي إن أنا طول الوقت أبقى في خناقات مع الناس اللي حواليا، كل ما كانت علاقاتي هادية كل ما قدرت أفانكشن في الحياة بشكل أفضل. بشكرك جدا يا إيمان، وبشكرك إن أنتي جيتي لنا النهارده وقعدتي معانا شكرا وبسطتينا بكل المعلومات دي بجد. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل صغير وهنرجع، استنونا وما تروحوش في حتة. ورجعنا ليكم مرة تانية، خلوني في البداية أرحب بضيفتي اللي منورانا، دكتورة نادية جمال استشاري علاقات أسرية و ارشاد نفسي. اهلا وسهلا يا اهلا دكتوره ناديه، بحضرتك، شرفتينا النهارده في الاستوديو. ميرسي، ربنا يخليكي. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الطلاق،
وإزاي هو بيأثر في أطفالنا وفي شبابنا. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن برضو الطلاق بس من وجهة نظر تانية. بالنسبة للأطفال أو اللي هم عايشين في بيوت مع أهالي، على طول بيتخانقوا وعلى طول في نزاعات جامدة ما بينهم، والأب والأم حاسين إن هم ما ينفعوش يكملوا مع بعض، ولكن مكملين علشان خاطر العيال. هل انتي مع حاجة زي دي ولا ضدها؟ طيب خليني اقول برضو ان ده للاسف وضع موجود في بعض بيوتنا، عشان ما نعممش الوضع ده، لكن لما الوضع ده الاتنين بيوصلوا ليه الزوج والزوجه، فبيبقوا خلاص هم قرروا ان هم ينهوا حياتهم الزوجيه، بس مضطرين او نقول كلمه تاني مجبرين ان هم يكملوا الحياه الزوجيه كشكليات وبس عشان الولاد. طبعا انا ضد الكلام ده خالص. انتوا بتعيشوا انتوا الاتنين في صوره مشوهه بالنسبه للطفل. الطفل بيحس ان ده بابا بالتعامل ده مع ماما، وماما بتتعامل كده مع بابا، فبالتالي احنا بنوصل لهم صورة غلط تماما عن الأب وعن الأم وعن شكل الأسرة ككل. طبعا ده مش صح، وده انهيار لكل القيم الاجتماعية بتاعة الأسرة اللي احنا طلعنا عليها. فبما انهم هم قرروا ان هم ما يصلحوش يكملوا مع بعض، واكيد القرار ده بياخدوه بعد وقت طويل ومواقف كتير قوي، فخلاص يبقى هنا ستوب، ويبدأوا ان هم كل واحد يعيش حياته لوحده منفصلين، علشان نحافظ حتى على اولادنا سلامتهم النفسية، اللي معظم الاطفال هم للاسف اللي بيبقوا ضحية للقصة دي. يعني انتي مع ان هو لو هما قاعدين بيتخانقوا والدنيا مكهربه زي ما بنقول في البيت خالص، ايوه ان احنا فعلا لما هما يكونوا ناويين يبقوا يطلقوا او نفسهم فعلا يطلقوا، ان هما لا ياخدوا الخطوه دي. ياخدوا الخطوه دي، بما انهم طبعا، ما انا زي ما اقول زي ما قلت لحضرتك، احنا مش بننادي كل اللي لا بيتخانق احنا مش يعمل ده بنادي طبعا، طبعا، احنا لا بنوعي. بالظبط. لكن لو انتوا خلاص وصلتوا فعلا لنقطه الصفر، انتوا الاتنين مع بعض ومش عارفين تعيشوا، واخدتوا القرار، لا ما هو ما ينفعش الاجبار على العيشه. طب ايه الاثر على الاطفال او الشباب في سن المراهقه لما بيشوفوا ان مامتهم وباباهم بيتخانقوا في البيت على طول، وعلى طول مش متوافقين مع بعض بس مكملين مع بعض؟ طيب تيجي اقول لك موقف حياتي اصلا انا شفته بنفسي. اه يا ريت. طفل عنده 6 سنين طول الوقت كان بيصرخ، ومامته جايباه بتقولي انا مش عارفه بيصرخ ليه، مش عارف ينام كويس، ما بياكلش كويس، بيقوم من النوم مفزوع بيصرخ طول الوقت مع ان ده مش طبيعته. فرجعت كده بالراحه ليهم هما الاتنين، لقيت ان الطفل اللي 6 سنين ده بيشوف كل يوم يمكن اكتر من مشكله، بيشوف صوت بابا دايما عالي على مامته، بيشوف مامته دايما بترد على بابا. الطفل مش عارف يقول كفايه كده حرام انا تعبت، فبدا يعبر عن غضبه ده بالصريخ. يعني احنا احيانا بنقول ان الاطفال الصغيرين ما بيبقوش مستوعبين مشاكلنا، ولا بيبقوا مشاركنا، ولا بيزعلوا. لا احنا حضرتك، بنعتقد ده. احنا بنعتقد اهو، بس ده مش صح، بدليل ان ال6 سنين لا بدأ يصرخ وبدأ يعبر عن غضبه. فبالتالي الطفل بيتأثر اثر كبير قوي، يمكن اكتر كمان من الكبير. يعني زي ما قلت لحضرتك، الاطفال احيانا بيعانوا من التشتت، من عدم التركيز، من القلق طول الوقت، من التهتها في الكلام من كتر الخوف من الحاجات اللي هو بيشوفها. انهم ما بيبقاش مستقر. احيانا تاني تلاقي طفل صغير وبيشتكي طول الوقت من الصداع، ومعه بطنه جامد قوي، ده وبتروحي من توديه لاكتر التوتر. من دكتور. بالظبط، من التوتر والخوف وعدم الاحساس بالامان. اكتر فردين هم اللي بيحسسوا الطفل بالامان وبيدوله كل حاجه حلوه وهم سند ودعمه، هم اللي متكسرين ومشوهين قدامه بالطريقه دي. فلا، هو الطفل بيتاثر تاثير كبير قوي، وكمان تاثير على الدراسه، بتبتدي تلاقيه بيتراجع تماما عن طبيعته وعن الاول، وبتلاقيه كمان احيانا في التعاملات مع اصدقائه لا هو مش كويس، مش عايز يتكلم، مش عايز يلعب، مش عايز حد يجي جنبه، يبدا كمان يبقى طفل عدواني، سلوكه عدواني ويتحول تحول كامل. فالطفل احنا بنأثر عليه بمشاكلنا الاسريه تاثير جامد قوي. يعني احنا بنأثر كده عليه بشكل جسدي فعلا، وعاطفي ونفسي، ودراسي. فعشان كده هو من الأفضل في الحالات دي بس ان اتنين استحالة المعيشة مع بعض، انهم ساعتها بقى نفكر في مصلحة العيال، ان بجد مش مصلحتهم، مش في مصلحة العيال ان هم يكملوا مع بعض، لا هم كده بقى في الحال ده انت في مصلحتك ان انتوا ما تكملوش مع بعض. صح. بس الطلاق ذات نفسه بقى ازاي هو بيأثر على الأطفال؟ وخلينا هنا بقى ناخد الأطفال لوحدهم والمراهقين لوحدهم، عشان ده تمام. طبعا ليه عالم وليه إشارات كتيرة وليه حاجات كتيرة بتتضر، وهنا العكس برضو ليه حاجات طيب تانية. تأثير الطلاق، او تأثير ان في فرد من الافراد غاب وهو كان اهم فرد اللي هو الاب او الام،
طبعا زي ما قلت لحضرتك كل الاعراض اللي احنا اتكلمنا عليها ده تاثير انفصال فرد من افراد الاسره على الطفل. بنضيف عليه كمان ان الطفل شخص في تكوين شخصيته بتبقى تكوين شخصيته مختلفه، بيبقى حاسس دايما ان هو هيفقد اي حد في حياته، فبالتالي يا اما بيحصل حاجتين، يا اما بيرتبط قوي بالفرد اللي هو معاه بالام او الاب، بيرتبط بارتباط كلي مش جزئي، يا اما هو لا بيكره ان هو يبقى مرتبط بحد لانه بيخاف في يوم من الايام يقوم من النوم ما يلاقيهوش. فده بيبقى مثلا بيبقى حاله خوف، وبيبقى الطفل دايما طول الوقت بيفكر طب انا لو صحيت النهارده، لو صحيت، لو نمت وصحيت، هل هلاقي امي معايا في نفس البيت او ابويا معايا في نفس البيت؟ فبتلاقي طبعا تفكيره كله في الحته دي وبس، في الجانب ده وبس. طبعا انا اتكلمت عن القلق وعن التوتر وعن عدم النوم وعن عدم التركيز والتشتت طب بالنسبة والعنف. للسن المراهقة بيبان عليهم ازاي؟ بيبان عليهم ازاي يعني أثر الطلاق ده عليهم نفسيا أو شكلا حتى أو مود؟ اكتر سن انت بتحتاري فيه وبتتوهي فيه سن المراهقه، أيوه لان بيبقى طول حيرة فظيعة. الوقت طبعا انت طول الوقت هم ساكتين، طول الوقت هم مش عارفين يقولوا هم جواهم ايه. فهنا احنا بنقول احنا ليه ما نعملش جسر كده بيننا وبين ولادنا من هم اطفال، بحيث ان احنا نتعود ان احنا نسمعهم ونتعود ان هم يسمعونا، بحيث لما يحصل اي مشكله فانت بتلاقي البنت او ابنك بيجي يجري عليكي ويحكي لك بدون ما يكون متردد او بدون ما يكون خايف. هنا الطلاق بالنسبة لهم بيبقى كارثة، ان هم بيفقدوا اهم عنصر بالنسبة لهم. احيانا البنات بتبقى متعلقة اكتر بالاب، واحيانا العكس بيبقوا متعلقين اكتر بالام، ففقدان اي طرف منهم بيأثر عليهم نفسيا جامد قوي، بيأثر عليهم في حاجة ممكن تسبب لنا احنا مشاكل كتير قوي فيما بعد وفي فترة قصيرة قوي. بيخرجوا بره يدوروا على مصدر الامان ومصدر الحنان والحب الوهمي اللي هو من وجهة نظرهم ان ده الحب البديل اللي هم خلاص فقدوه من البيت. فبتلاقي البنات دخلت طبعا في علاقات، واحيانا كتير قوي اللي بيتعرض لطلاق امه او باباه بتلاقيها بتدور على السن الاكبر دايما طول الوقت علشان تحسي معاه بالامان. هي حاسه ان هي بتحبه، بس هي مش بتحب حب ارتباط او حب علاقه، لا هي بتحب حب بديل. وبعد فتره على فكره معينه ويمكن قصيره كمان جدا من الجواز ما بتكملش جوازها وبتبدا تدخل في مشاكل كتير قوي. طب بالنسبة للولد، الولد كذلك برضو بيدور على كل تفاصيل حياته بره البيت، مش علاقة حب وبس، لا هو عايز الصاحب يبقى بره البيت، عايز قعدته كلها تبقى بره البيت، عايز الصديق اللي هو يفضفض معاه بكل حاجة يبقى بره البيت. بمعنى تاني خالص هم فقدوا حياتهم أصلا الأسرية داخل البيت يعني ده احساس صعب قوي. يعني انا جدا. يعني برضو من واجبنا ومن واجب كل الناس انهم يوعوا قد ايه برضو الطلاق، يعني احنا عارفه تحسي ان احنا مع وضد، ضد يعني عارفه معاه في حاجات وضد الطلاق في حاجات، بس هو فعلا الطلاق بشكل عام بيأثر على الاطفال والمراهقين بطريقه جامده جدا. وهو هنا المفروض الناس تبتدي تفهم ان لا هو مش يلا انت طالق مع السلامه، لا 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 لا، دي في تبعات كتيره جدا للموضوع ده في حاجة وفي كمان، حسابات كتيره جدا برضو في الموضوع ده. في حاجة كمان، الطلاق الآمن، الطلاق السلمي مهم جدا علشان نظبط كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده. لما الولاد يلاقوا علاقة الأم والأب فيها نوع من الاحترام ولسه العلاقة قائمة باحترام وبتبادل مصالح شخصية للأطفال، فبيبدأوا يطمنوا إلى حد ما، أما بيرجعوا زي الأول، بس بيبدأوا يحسوا إن في بابا هنتعامل معاه وفي ماما كمان بنرجع لها. وفي نفس الوقت برضو في أطفال بتستغل الحتة دي اللي هو يبقوا متحيزين قوي للأب فيطلبوا منه كل حاجة على حساب شوية كلام صغيرين جدا عن الأم مش حلوين أو العكس. فلما هنا العلاقه يبقى لسه قائمه باحترام وان هم بيحافظوا على اولادهم وبيحاولوا طول الوقت ان هم ياخدوا بالهم منهم ويتعاملوا معاهم كمان، الى حد ما بنحافظ على سلامتهم النفسيه طبعا، والاجتماعيه. وكمان بنخليهم ما يعوزوناش، يعني زي ما انتي قلتي ما يستخدموش حد ضد حد، يعني يبقوا هم فاهمين ان لا دول كويسين مع بعض وهم متفقين مع بعض خلاص على شويه حاجات كده اساسيات هنمشي بيها، فانا لا هعرف اروح لده واقول له ده بيقول عليك كذا كذا، ولا انا هعرف اروح لده واقول عليه ده بابا او ماما مش عارفه ايه، وبما فما اننا اعملش مشاكل وما اقدرش اخد الحاجه اللي انا عايزها بطريقه اندايركت. صح، بالظبط، وبما اننا فشلنا ان احنا نبقى زوج وزوجه، فاكيد ما عندناش استعداد ان احنا نفشل كأب وأم كمان. نحط الكلام ده تحت خطوط كتير قوي، لانه بالظبط مهم ان احنا نقوله مسؤولية. النهارده. المسؤوليه اكيد ما نتخلاش عنها، ومش معنى ان البيت كله اتهد يبقى كمان دول ان هم خلاص يبقى هو ايه، ان انا مسؤول عنهم مثلا كاي تي ام وبس، او الام مسؤوله عن تربيتهم وبس، لا احنا كده بنظلمهم. احنا لو ظلمنا نفسنا في اختيارنا من الاول لشريك حياتنا الغلط، فهم ما لهمش ذنب كاطفال ان هم موجودين في الدنيا وما زالوا مسؤولين مننا. فيا ريت نعوض فشلنا اللي احنا فشلناه في نفسنا احنا نعوضه في اولادنا، ان احنا نخليهم اصحاء وسلام.
عارفة فكرتيني بإيه؟ فكرتيني بواحد كان طفل بيجي لي، أنا كيدز وتينز لايف كوتش، فمتخصصة في الأطفال وفي الشباب. فطفل مرة جالي، كان بنعمل سيشنز يعني، وبنشتغل إن أنا بأهله بقى من بعد فترة الطلاق وكده. فجه بيقول لي إيه، يعني أنا برضو عايز أفهم حاجة. وأنا لقيته كده دايما قافل في كده عشان أفكه، فكنا خلاص بقى بنتكلم، قلت له سيب بقى خالص السيشنز دي، تعالى نقعد نتكلم مع بعض. قال لي يعني هما اللي اتطلقوا هما يفكروا في نفسهم ويختاروا حاجات ليهم، يعني يختاروا قرارات هتنفعهم هما، تمام، وانا اللي اتعالج. يعني هما انا فجأة كده وقفت هنكت كده، بابا اللي هو ايه بتقول ايه. ايوه هو قال لي يعني مش طبيعي، يعني قال لي مش طبيعي، هما اللي عاملين المشكلة وهما اللي مش عارفين يعيشوا مع بعض وهما اللي مش عايزين يكملوا مع بعض، وانا اللي جايبني اتعالج وانا اللي جايبني ان انا اعمل سيشنز. قلت له تصدق انت عندك حق. ايوه وطلعت قلت للام اللي كانت جايه، قلت لها حبيبتي هو مش محتاج اي حاجه، هو محتاج ان يحس ان باباه ومامته موجودين زي ما هم كانوا موجودين. مش في البيت، خلاص احنا دلوقتي انا وعيته وفهمت انه مش هيقبوا في البيت، ولكن الاسره هي اسره. انت مامتك هتفضل مامتك وباباك هيفضل مامتك، باباك هيفضل معلش. باباك. وده لازم نتصرف على كده في العيد ميلادات، في هيتكرم في المدرسه، لازم فعلا الصوره تفضل زي ما هي، لان ده مش ذنبه فعلا. هو ليه انت ليه جايباه؟ هو بالعكس ايوه انت المفروض عارفه كمان انتوا اللي تقعدوا تشوفوا ازاي بقى الدنيا هتمشي بعد الانفصال. الطفل ده، عارفه كمان شافهم ازاي من خلال كلامك انت، شافهم ان هما الاتنين انانيين ما فكروش غير في نفسهم وبس، وبيقول لك انا ما عنديش مشكله، لا ده هي مشكلتهم وانا الناتج لمشكلتهم دي. فتخيلي لما طفل مش شايف كده وبس، لا هو متاكد ان الاب اناني والام اناني وما فكروش فيهم. عشان كده بقول لحضرتك زي ما احنا فشلنا في حياتنا او في اختيار شريك حياتنا ومش عارفين نكمل، لا هو ما ما نفشلش نفشلش في بقى دورنا مع كمان. اولادنا. صح، برافو. لا بصي، انت فعلا فتحتي عيني على حاجه، بس انا عايزه اسالك سؤال بقى، عارفه حسيته كده وانت بتتكلمي. اتفضلي. لو الدنيا دلوقتي احنا بنتكلم لو الدنيا ما قبل الطلاق، يعني يا جماعه بصوا المفروض تعملوا ايه، بس افرضي بقى الدنيا اصلا كانت خربانه، قواضي بقى ومشاكل وخلاص، اللي بيسمعنا اوريدي عدى في طلاق، اوريدي عدى بطلاق ناشف، طلاق في مشاكل كتيرة، في قواضي كتيرة، في يقعد معاك ولا معايا، في بقى مشاكل كتيرة قوي زي دي أكيد أثرت خلاص اوريدي على الطفل. ساعتها نعمل إيه مع الطفل أو المراهق ده؟ هو طبعا احنا عايزين نقول الاول ان احنا كده ظلمناهم، لان بعض الازواج بعد ما بيطلقوا بيبقى كل طرف من كل طرف في دماغه ان هو ازاي يعاند الطرف التاني وازاي يأذي الطرف التاني. وده بيحصل وحضرتك هو ما انا بقول لحضرتك بنسبة هو كبيرة. فعلا بيحصل، لكن بس هم مش واخدين بالهم ان هم بيأذوا ولادهم وبيأذوا السيرة الذاتية بتاعت كل طفل. يعني احيانا انا جات لي مثلا بنت عندها 28 سنة بتقولي انا مش عايزة اتجوز لحد دلوقتي. طب ليه مش عايزه ترتبطي بحد؟ بتقولي كل ما ارتبط واول خلاص ما بنبدا نعمل بقى خطوبه وكده ويبدا يجي البيت اخاف وارجع لورا وبدون اي سبب. طب انت ما بتبقيش موافقه او مجبره؟ لا على فكره برتاح له جدا وانا اللي موافقه عليه. طب السبب هنا ايه؟ ان هي شافت الصوره المشوهه اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها دلوقتي. بابا وماما كانوا عايشين سنين كتير قوي مع بعض، ولما جم اتطلقوا بابا ما كانش عارف يأذيها بأني صوره من الاذيه، عمل معانا احنا وامنا كل صور الاذى اللي ممكن تتخيليها يا دكتور. وممكن تكون هعيد الأم نفس ردت الموضوع، برضه، هي هي ممكن ممكن تكون تبقى البنت متحيزه للام بما انهم هم عايشين معاها، فممكن يكونوا مش شايفين ان الام مثلا رد فعل الام ايه، شايفين بس الاذى مثلا بتاع الاب وهي واخده ممكن نقول جانب الام. فبتقولي لا انا مش هعيش نفس التجربه، يعني ايه اتجوز واحد بحبه علشان بعد شويه سنين اكرهه ويعمل معايا كده. فتخيلي البنت عندها 28 سنه وبتحكي على قصه من وهي طفله، فلا الموضوع ده بيأثر فيهم جامد قوي. او الولد اللي بيتجوز ومثلا زوجته جايه تقعد معايا تشتكي لي تقول لي على فكره هو كان محترم جدا وبيعاملني كويس جدا في اول الجواز، وبعد كده مع وجود اي مشكله بدا يمد ايده بدا يعلي صوته. طب هنا اقعد اتكلم معاه يقول لي على فكره ما هي دي الطريقه الصح، انا شايف البيت كان عندي كده ومعظم اهلي كده، وهي بقى ما بتسكتش غير لما بعلي صوتي او امد ايدي. يا جماعه التنشئه الاجتماعيه مهمه جدا، صوره الاب مهمه جدا، صوره الام مهمه جدا، وبيكملوا بعض. وبيكملوا بعض. وفي نفس الوقت برضو يعني لو حصل طلاق هو انت ليه بتعاند فيها؟ انت ايه المكسب اللي هيجيلك من العين؟ ايه المكسب لما تلاقي ولادك محتاجين حاجات ماديه ومهمه جدا زي زمايلهم وزي قرايبهم مش عارفه، ومش عارفه الام تعمل ده عشان انت معاند؟ او ايه مكسب الام ان هي تبقى حرميهم ان هم يشوفوا باباهم علشان موضوع فلوس او موضوع عند؟ حتى احنا بنيجي عليهم هم مش بنيجي على نفسنا.
لا، واحنا يا جماعه كاهالي اكبر قوي من كده، يعني اكبر من موضوع ان انا عشان اذي ابني او عشان اعمل له مشكله او اعمل له اضطراب نفسي، ان انا بتكلم في الفلوس واضغط عليكي من هنا بايه واشيل من هنا ايه علشان للأسف. اول ام برضو بالعكس، طب مش هوريك العيال، طب مش هتعرف احنا فين ولا جايين منين ولا رايحين فين. الموضوع اكبر بكتير قوي قوي من احنا نعمل كده في العيال، يعني احنا اكبر برضو قوي، المفروض انضج من كده. مع العلم الجديد خلاص بقينا فاهمين هم بيتاثروا ازاي، فعيب بقى قوي ان احنا نبقى برضو مستمرين في حاجه زي دي. بس انا نفسي كل المشاهدين تعرف، لو انا اوريدي واصله خلاص واصله ان الدنيا فعلا انا بوظتها، هي باظت خلاص يعني باظت، انا عايزه الحق برضو ابني ده قبل ما يطلع ايه زي ما انتي بتقولي، قبل ما الولد والبنت يطلعوا مشوهين ويطلعوا بقى عندهم علاقات مشوهه او يبقوا خايفين من العلاقات، تكوين علاقات بشكل عام او كل ده، ازاي انا الحقه بقى؟ انا خلاص انا دمرت حاجه، عايزه ابتدي ايه الحقها؟ هل اوديه مثلا لمختص؟ هل في مثلا امكانيه ان هم مش يرجعوا بقى يمسحوا الجروح دي بس يرجعوا يدووها؟ يعني ايه خلاص، يعني لو واحد مر بحاجه زي كده ايه الحل؟ طيب، عارفة ان الطفل الصغير من سن 6 7 سنين بيبدأ يسمعك ويفهمك ويحسك؟ اللي عايزة اقوله ان حصل فعلا المشكلة وحصل الطلاق وخلاص حصل انفصال، الطفل محتاج منك انك تقعدي معاه وتصرحيه، تقولي له ايه اسباب الانفصال على قد ما هو يستوعب منك وعلى قد مراحله العمرية، وتتكلمي معاه على فكرة بمنتهى الصراحة، ما تكذبيش عليه وما تجمليش صورة، بس هو محتاج انه يفهم الصراحة عشان يبدأ يأهل نفسه للحياة الجديدة اللي داخل عليها. ما نقولش ده طفل فهنقول اي كلام، اي كلام ممكن نقوله له فهيسمعه ويقتنع بيه، لا، هو احنا نقعد ونصرحه قبل ما نحاول ان احنا نوديه لاي حد تاني يساعدنا؟ طب ما نساعده احنا شخصيا، نعمل المحاولة دي. ويمكن اعتذر له كمان لو الموضوع محتاج اعتذار، يعني لو في حاجة ما حصلت انا والصراحة اهم حاجة، يعني اهم حاجة ان انت صراحة تقعدي والاعتذار معاه فعلا فعلا والاعتذار ان فعلا هو ان فعلا انت غلطت في حقه، بس هو برضو على قد ما يقدر، على قد ما هو عايز منك، هو عايز يعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، ايه اللي وصلكوا لكده، ايه الاسباب، طب شكل حياته حاولي تطمنيه عليها بكره شكلها ايه، وده من حقه عليكي على فكره. لكن بعض الامهات بتغلط بانها بتطمن الطفل، انها بتدي الطفل صوره تانية خالص مختلفه، انها بتدي اسباب تانية، انها ما بتتكلمش اصلا، فبالتالي الطفل بيبقى طول الوقت شغال توتر وتفكير وقلق وحاسس ان في حاجه بتحصل وخايف على نفسه من بكره. طب ليه نعمل كده؟ احنا ممكن نحميهم احنا بنفسنا من الموقف ده، ولو لا قبل ما قدر الله نوديهم لمختص. بالظبط لو فشلنا فنبدأ نخلي حد يساعدنا تاني، بس نبدأ احنا. ماشي. طيب بصي بقى دلوقتي هنعمل حاجه جديده، ماشي؟ اتفضل. احنا هسألك شويه اسئله وهقول لك انا عايزه ردين يا مع يا ضد، بس حاضر. قولي لي ليه بقى برضه يعني في النص، ماشي؟ اتفقنا. هقول لك كام ستيتمنت، كام يعني حاجه كده معروفه عن الطلاق، وبعد كده عايزه بقى ردك، اوكي؟ اتفقنا، تمام. طيب، الاولاد يحكوا اسرارهم لاصحابهم بدل اهاليهم. غلط جدا، لان الصداقه والصحوبيه انا حابه انها تبقى في البيت سواء للام او سواء للاب، مش مع ماشي. البنت يكون عندها بس فند ولد. عايزه اقول لك انه صعب جدا، لاني في مرحله معينه فالدنيا بتتطور بيهم فما بيبقوش صحاب، فلا ضد. لا ضد، اوكي. بس افرضي دلوقتي الناس تقول لك لا بس انا حره ان انا اختار، دلوقتي الشباب بقى اقول لك انا بيقولوا ايه، انا حره ان انا اختار البست فريند بتاعي ولد او بنت، وبعدين هي فارقه معاكي ايه؟ فحسب تنشئة، حسب التنشئة الاجتماعية، البيت شكله ايه، هل البيت قابل ده، هل البيت هيختار مع البنت البيست فريند بتاعها هو وعيلته، ولا هي بتختار براحتها، فلو هي بتختار لوحدها فلا غلط مش صح. اوكي. يعني هي في حاجه. طيب خلينا ننقل اللي بعدها. اوقات بعد فقد حد من الاهل بنضطر نكذب على الطفل ونقول له بابا مسافر، مع ولا ضد؟ لا ضد، افهم الطفل ان بابا عند ربنا، وافهم الطفل وضعه ايه، وافهم الطفل ان هو لو لا، حابب. هي قصدها في الستيتمنت هنا ان لو الاب طلقه، بس انا عشان الاب ده اختفى من حياه ابني، يمكن سافر راح بقى بلد اي حاجه، اتجوز حد تاني مش عارف ايه، انا قلت له بابا سافر، سافر از ان هو بقى مش هتكلمه وهنقطع علاقتنا بيه، بس انا بدل ما اقول له الحقيقه، بدل ما اقول له ان احنا اتفصلنا ودلوقتي بقى كل واحد عايش في بلد ودلوقتي يمكن يكون هو اتجوز، بدل ما اقول له الحقيقه زي ما هي قلت له ان لا ده مسافر. لا مش صح، احنا كنا لسه بنتكلم وبنقول الصراحه مهمه جدا حتى مع اولادنا. طيب يعني صراحة مهم. طب جدا. طب وتقوله ازاي؟
عشان دايما اصل احنا الاسئله دي احنا ورا سالناها على السوشيال ميديا عشان نعرف الناس تقول له محتاره في ايه. تقول له حسب هو ما يقدر يستوعب منها، حسب سن الطفل اللي قاعده بتتكلم معاه. ومش لازم تدي تفاصيل، بس تدي الحاجه الصح. ممكن بابا يرجع في يوم من الايام، ممكن يقابله في يوم من الايام، ممكن بابا يبعت له اي رساله عن طريق اي شخص تاني، هيبقى الام شكلها ايه؟ طب ليه لا، انا امن نفسي واقول الصراحه باللي هو يقدر يستوعبها ويقدر يفهمها مني. اوكي ماشي. طيب غياب الاب او الام بيؤثر في تربيه الطفل وتكوين شخصيته؟ يعني غياب الاب او الام بيأثر في تربيه الطفل ويكون شخصيته؟ اه طبعا، انت تكوين الشخصيه محتاجه علشان يبقى في توازن، محتاج الاب والام لو هم متواجدين، فطبعا طب الطفل غيابهم بيطلع بقى بيعمل متوازن. ايه؟ غيابهم بيحسسهم ان في طرف من الاطراف مش موجود، بيأثر بقى في تكوين شخصيتهم. يعني تحس ان لو غياب الاب فبتلاقي الابن شويه في شويه طباع او شويه سلوك تميل شويه للام، والعكس تماما لو هو بيتربى مع اب وبس فبتحسي لا ان هو الولد بيبقى طالع فيه حته الذكورة عاليه قوي في كل حاجه، في سلوكه او العنف او الصوت العالي، فالتوازن مطلوب. تمام. طيب الموبايل صديق مهم للطفل والمراهق؟ حضرتك انا طبعا ضد، بس ده بيحصل فعلا، وضد ده فنحط بديل. نحط بديل ان انا اشارك ابني او بنتي في الوقت اللي بيقعدوا على الموبايل حتى لو وقته صغير قوي، علشان احس يعني احس ان انا قاعده معاه، انا صاحبته اكتر من الموبايل. انت عارفه انا حاجه عملتها هنا حسيت انها نفعتني انا قوي، بس انا بنتي 3 سنين يعني، فالموضوع ده بس مش هينفع يا جماعه غير لو عيالكم صغير. ان هي كانت بتحب قوي تمسك الموبايل لانها بتشوفني انا بشتغل على طول ماسكه الموبايل وبتكست، ومش فكل شويه لما بتشوفني انا بعمل عليه حاجه تبقى عايزه تاخده مني وتتفرج، تفتح وتتفرج هي على حاجات. فلقيت بقى ان الحل ايه، قمت قفلت الانترنت من التليفون واديتها التليفون وحطيت لها لعب اديوكيشنال كلها حاجات تعليميه، حلو ابلكيشنز وحاجات. فبقت هي بقى بتعمل ايه، تاخدها تلعبها شويه مثلا بتاع 5 دقايق وتمل ومرميهولي. وفهمت ان الموبايل مش انترستنج، يعني فهمت ان هو خلاص هو حاجه انا بعمل عليها كام لعبه كده وبسيبها، فبقت تاخدها بس 5 دقايق مني بدل ما كان هو لا سويت وصريخ علشان تاخدها في العربيه وتاخدها وانا اول ما تشوفه بس بعمل كده برد على تليفون تقوم معيطه. فبحس ان البديل زي ما انت قلتي اخلق بديل، دي حاجه مهمه قوي حتى لو برضو بالموبايل، او ان انا اعلمهم ازاي ان الموبايل ده لا انا ممكن يبقى سخيف برضو، ممكن ما يكونش صديقك يعني، ممكن يبقى حاجه تستخدميها المره اللي وقت قليل قوي بعد كده تملي منه. اي حاجه تمنعيها من الطفل لازم تلاقي لها بديل، وبديل يكون صح. مقتنع بيه حتى لو بوقت اقل او بحاجه مختلفه، بس لازم يبقى مقتنع بيها. صح. ودلوقتي حتى بقى عاملين بقى للشباب اللي في سن المراهقه اللي هم الشباب اللي اكبر شويه، بقى عاملين لهم بقى حاجات ابلكيشنز برضو روبوتكس، يعني يبنوا حاجات 3 دي مثلا. لو مثلا انتيرير ديزاين في دلوقتي ابلكيشن صغنونه ممكن تفرشي بيوت تفرشي ستوديوز وكلها لعب يعني، بس هي برضو بتنمي الابداع عند الطفل وكده. يعني قصدي احنا مش لازم دايما ناخد السكرينز زي ما كل الناس معتاده انها حاجه وحشه وبشعه وشيلي وامنعي ونص ساعه، لا تمام انا مع كل ده، بس برضو شايفة ان ممكن نديهم شوية مساحة بالموبايل، بس برضو في حاجات حلوة ممكن يعملوها على الموبايل يعني، وفي اختراعات ممكن يخترعوها عليها. دلوقتي الموضوع بقى كبير جدا وبينمي على فكرة عندهم ذكاء كمان، صح؟ بيفتح افاقهم لحاجات جديدة، صح. فده حلو، بس المهم انت برضو تبقي متابعة تبقي مشاركة، هو ما يبقاش بيخبي منك الموبايل، ما بيبقاش حاسس ان هو بيعمل حاجة وهو مش عايزك انت تعرفيه، اي تعرفي بيعمل ايه او تشاركي فيها، فبالتالي المشاركة برضو مهمة جدا. حلو قوي. طيب عايزه اسالك بقى على حاجه برضو، يعني حسيت ان انا كده فكرت فيها لما انت قلتي لي، بالنسبه ان لما بيبقى في بنت بقى تكون مثلا مامتها وباباها كانوا متطلقين، وبعد كده زي ما انت قلتي هي خايفه من العلاقات وخايفه من ان هي ترتبط بحد وكده، وفي حاله انها مثلا ممكن تكون ارتبطت بجد كده، ازاي بقى هي يعني بيبقى في عندهم دايما مخاوف انهم يعيدوا نفس اللي هم شافوه مع اهليهم. ازاي انا هنا لو في بنت بتسمعني او ام لسه او يعني حد تكون لسه متجوزه جديد وهي ممكن تكون مرت بكل ده في طفوليتها وقد ايه علم فيها، ازاي انا ممكن اساعدها دلوقتي واقول لها حاجه مفيده عمليه بانها ازاي تتعافى من الجروح اللي عندها عشان ما تكررش ده تاني؟ يعني هي في مشاكل بينها وبين زوجها وهي متزوجه ولا مطلقه؟ لا لو هي مرت بده في طفولتها بس اتجوزت وخايفه انها تعيد ده مع جوزها تاني، تعيد بقى انها توصل للطلاق مع طيب. جوزها. احنا دايما بنقول لازم يكون في مساحه حوار بينها وبين زوجها، واكيد زوجها فيه عيوب،
فهي تحاول تتعامل معاها وتحاول تحتويها وتحاول تتأقلم معاه ومع طبيعة شخصيته. في نفس الوقت برضو لو في أي مشكلة فهي ما تراكمش المشاكل، لا هي تتكلم وتعبر عن رأيها، وكمان يبقى ليها حقوق، هي عارفة حقوقها ايه واجباتها ايه. بعض الزوجات بتبقى طول الوقت خايفة فعلا من التجربة اللي هي شافتها في البيت، فلا هو أنا مش هطلب حاجة، هو أنا مش هقول أنا متضايقة، هو أنا مش هقف صح. قدامه. طب انت هتقعدي تيجي على نفسك كتير قوي وتراكمي حاجات جواكي كتير قوي، هيجي عليكي وقت مش هتعرفي تتعاملي وهتوصلي لنفس النتيجة اللي انت شفتيها في بيت مامتك تاني، بتعديها من اول وجديد. انت حد مختلف، زوجك حد مختلف، الحياة مختلفة، عيشي معايا بطريقتك وبمنهجك الصح. اكيد كان في اسس انت اخترتيه عليها، فحاولي دايما تتمسكي بالحاجة الحلوة اللي فيه، شوفي ايجابياته. وفي نفس الوقت لما تحسي انك زعلانة من حاجة ما تقوليش لا مش مشكلة مش هتكلم عشان ما اعملش حوار واعمل مشكلة، اتكلمي بس اختاري الوقت المناسب اللي تتكلمي فيه. وحتة الصراحة مهمة جدا، وحاولي على قد ما تقدري دايما تكوني قريبة منه كصديقة، ترجعي تاني علاقتكم الحلوة اللي هي كانت في فترة الخطوبة. في مشاكل كلنا بنمر بمشاكل واسمها مواقف حياتية، لكن ان انت تعاندي وان انت تقولي لا هو انا الصح وتقفي قدامه عشان تثبتي له ان انت صح. وعلى فكرة المواقف دي بقابلها كتير قوي، تقولي انا فعلا صح، طب وجهة نظري صح، وهو اللي مش عايز يسمع او هو اللي بيعاند. فابدأ اقول لها طب انت عايزة تثبتي ليه ان هو انت وجهة نظرك صح، اقنعي ما تثبتيش ان انت صح، سيبيه دلوقتي وارجعي تاني افتحي معاه الموضوع من اول وجديد. الست ذكيه جدا جدا في التعامل، بس وهي بتتعامل تبقى بتحب الشخص اللي قدامها وعارفه انه هيحصل حاجه فتبدا تحتويها وتبدا تسكت. اي طرف من الاطراف لو بدا يتعصب الطرف التاني لازم ينسحب من الحوار تماما بمنتهى الهدوء. الاحترام نحافظ عليه بيننا وبين بعضينا، وده اهم حاجه. ما ننساش دي بقى حاجة الحاجه الحلوه مهمة اللي بيننا. جدا، ويعني الاحترام مهم جدا. فعلا، الاحترام هو ده اللي متهيألي زي ما قلتي حضرتك، يعني هو ده اللي هيضمن ان العلاقة دي تستمر والعلاقة دي تبقى مبنية على أسس مظبوطة زي ما حضرتك قلتي. نورتينا وشرفتينا، مرسي. وبتمنى تكوني معايا يا دكتورة نادية في حلقات تانية كتيرة تفيدينا بكل المعلومات اللي انتي قلتها لنا زي النهاردة بس مرة تانية. مرسي، متشكرة. مرسي جدا، باي.